طيب سلام عليكم رجاله، فيديو جديد في النهارده. زي ما قلت لك امبارح في المنتدى، عايزك النهارده افجر نسخه ممكن تشوفها في المجال، نسخه طبعا اجنبيه قبل التعديل، طبعا نسخه تيم اس اس بي، طبعا نسخه من اجمل النسخ اللي ممكن تشوفها في المجال. طبعا نزلت لك امبارح في المنتدى، قلت لكم انزلها امتى. طبعا النسخه شغاله كل الاجهزه، شغاله اندرويد 10، شغاله كل الاجهزه، طبعا كل الاجهزه تمام، كل الزرات من الاجهزه شغاله عليها تمام. طبعا قلت لكم هنزلها امتى، في نزلها بكره بعد الفطار تمام. طبعا انا هنزلها لكم بكره بعد الفطار طبعا. طبعا النسخه زي انت ما شايف كده، هنزلها لك دلوقتي. نسخه قبل التعديل ممكن تعدل عليها عادي، نسخه مش بتهنك حرف تمام، نسخه حرفين جمدان تمام، احسن نسخه اللي ممكن تشوفها، بترمي الفيروسات الجديده تمام تمام. سلام، نبدا بقى في شرح النسخه. مساء، صلي على النبي، اشترك في القناه لو ما اشتركتش، وتفعل الجرس وتدوس لايك وكومنت لو عجبك الفيديو تمام. هنقفل الداتا، خش بقى في شرح النسخه على طول. طبعا النسخه تفتح معاك زي ما انت ما شايف كده. طبعا ده شكل النسخه، طبعا زي ما انت ما شايف نسخه شكلها جامد. طبعا النسخه اجنبيه زي ما قلت لك، نسخه اس اس بي. طبعا هو اللي قال لي خدها نزلها عندك على القناه تمام، عشان ما حدش يعني تمام. طبعا عندك اسطى زي ما انت ما شايف كده شكلها جامد. طبعا ده مش شكل النسخه، لما تفتح معاك تفتح معاك بالواقعه الثانيه اللي هي الداكن تمام، الفاتح تمام. ده شكل النسخه لما تفتح معاك انت تمام، هتفتح معاك بالشكل ده. طبعا الداكن فيها احسن، فهنخليها داكن تمام تمام. ده كده الداكن في النسخه زي انت مش شايف شكلها جامد تمام، اتقلبت معاك داكن. عندك هنا اسطوره، تعال نشوف الابوت بتاع النسخه كده. طبعا زي ما انت شايف كده ابوت جمدان، ده ابوت النسخه تمام تمام. طبعا النسخه طبعا مكان المتجر تمام، مكان المتجر. طبعا عندك هنا الافكتات دي، تعال نقفلها عادي، لو انت عايز تقفلها تقفلها تمام، ملهاش اي لازمه تمام. في ناس بتحبها وناس ما بتحبهاش، فانت وحظك يعني، اللي عايز يشغلها شغلها انت ومزاجك تمام تمام. عندك هنا متصفحات، عندك فيس واتس انستا، كله شغال تمام، شغالين بس انا في النت وكده فمش شايفتها تمام تمام. عندك هنا بقى تعالى نشوف المميزات النسخ. عندك هنا نيو شات، رقم غير محفوظ تمام، تكتب الرقم وتتكلمه عادي تمام. عندك هنا خسارة البرايفسي كامل، عندك هنا زرار الفيروس كلها تمام، فعل ده كله عشان متهنكش اي فيروس في المجال. عندك هنا البرايفسي كامل، اخفاء اخر ظهور، اخفاء رسالة محولة، ما انا حاسس في الرسائل، ما انا حاسس في الستوري، كل ده تمام. عندك هنا لو عايز ترسل الصورة بأقصى جودة تمام، كارو الصوره تروح لك بجوده حلوه تمام، فعلها تمام. هنا عندك الواجهات تمام، هنا عندك النسخه فيها 8 واجهات. تعال نجرب مثلا الواجهه رقم 5. عندك هنا اللي هي حركه الشتات، تعال نخليها دي. تعال نشوف اللي احنا عملناهم دول طبقوها في النسخه. لا طبعا الواجهه اتغيرت زي انت ما شايف كده، طبعا 8 واجهات تمام، فانت تقدر تغير في الواجهات دي براحتك تمام. عشان انا في وقت الفيديو هجرب واجهه كمان في الفيديو وخلاص تمام. تعال نعمل مثلا رقم 7 تمام، طبعا مفيش حاجة محروقة، طبعا دي الواجهة رقم 7 جمدان برضو، فانت ومزاجك تمام تمام. خلينا على كده مثلا، خش على الميديا كاش. طبعا هي لو عايز تنضف النسخة بتفعل كل ده وتدوس كلين تمام. عندك هنا البيك اب ريستور، لو عايز تضيف ملف تسرع النسخة تمام. عندك هنا في حاجة نسيناها هنا، الست رموز دي يا اسطى. عندك هنا لعبة السبينر تمام، فتحت تدوس كده فشغالة تمام، بتعد معاك فوق تمام. نرجع هنا عندك لعبة اكس او، طبعا شغالة بالستارت تمام، اكس او شغالة من غير اي مشاكل. عندك هنا زغرفة النصوص تمام، تكتب النص اللي انت عايزه وبتزغرف تمام. طبعا كل عارف التكست رويتر دي، لو عايز تكتب النص اللي انت عايزه، شوف العدد اللي انا عايزه كام وبيظهر لك هنا تمام. عندك هنا الويب بار، ده زي متصفح جوجل وكده. عندك هنا نوتة شغالة 100%، ضيف بقى اللي انت عايزه جوه النوتة وتسيبه عادي تمام، بيتحفظ معاك من غير اي مشاكل تمام. عندك هنا الافكتات تمام، صوت التاج وكده، ففعل عادي تمام. نرجع بقى هنا، جبنا كل ده. عندك البكر ريستور، عايز تضيف ملف سعر النسخه. عندك هنا الابوت تمام، هنا قنواته تمام. عندك هنا شانج لوك، ده اللي هي سجل التعليقات في النسخه. عندك هنا كريدت اساسات الشغل طبعا. عندك ده التيم بتاعه تمام، انا في التيم طبعا، اسمه هو تمام، روكا تمام، ده انا في التيم طبعا، التيم بتاع اس اس بي تمام. فعندي رسالة الشغل اللي في النسخه تمام. نرجع بقى كده تاني، كانت دي مميزات النسخة تمام، زي انت مشاركة صوت التلج اشتغل اهو، اللي احنا لسه مفعلين تمام. عندك شكلها جامد، الواجهة دي برضو حلوة تمام. تعال نخش بقى نوريك النسخة بتهنج بالفيروس الجديد ولا متهنجش تمام. طبعا النسخة مش بتهنج اي حاجة في المجال، اي فيروس من الفيروسات دي طبعا. ده الفيروس الجديد تمام اهو، خش على اللينك ده مثلا، ده فيروس اللينكات اهو يا جدعان تمام اهو. ده فيروس الصورة تمام، بتعمل عرب ليه على طول، بس عشان الصورة مش متحملة عنده وكده، فممكن تغير الريبلاي وكده تمام. طب ارجع بس الغي صوت التلج ده، بحب اشغله اصلا في النسخه. خش على الهوم، صوت لا مش ده طبعا. عندك تمام اهو، هنلغي دول، هنرجع تاني تمام. ايوه كده،
طبعا لو دوست على الشات تاني نخش الشات عادي، هتخش معاك من غير مشاكل. عندك هنا تذكر في النسخة، عندك هنا اللايك، عندك هنا القلب، تمام. ودي بقت شغل اللي هو التذكر، تمام. زي انت ما شايف كده بتجري في الشات، مفيش اي حاجة، تمام، مفيش اي حاجة، تمام. نرجع بقى كده، عندك النسخة، هوريك دلوقتي اكتر من الفيروس، تمام. بس انا هحمل الصور وارجع لكم، تمام. هحمل الصور دي اللي هي جوه الشات دي، تمام. هحملها عشان لما اجي اعمل اعادة توجيه كده، تمام. هحمل الصور دي وارجع لكم، تمام يا اسطى. زي ما انت ما شايف كده، تمام، حملت الصورة. تعالى نرميها على الشات تاني. طبعا الشات اخره 50 اهو، تمام. هتتراوح معاك من غير اي مشاكل خالص، زي ما انت ما شايف كده مفيش اي تهنيج، وهتراوح معاك من غير اي مشاكل، تمام. طبعا النسخة مش بتجنب الفيروس ده، تمام. وهنرمي دلوقتي في الشات تاني. طبعا هو زي ما انت ما شايف مفيش، تمام، مفيش. طبعا كنت رامي الصور من بقالها يومين، طبعا النسخة معايا من زمان بس كنت مكسل انزلها وكده، تمام، كنتش فاضي ان انا انزلها، تمام. زي ما انت ما شايف كده، تعالى نرمي الفيروسات دي كلها عشان اوريك النسخة ما بتهنجش والشغل ده، تمام. فهو يا اسطى تعالى نعمل اعادة توجيه، نرميهم في الشات تاني. اخو 50 اهو، فزي ما انت ما شايف هترمي معاك من غير اي مشاكل. طبعا النسخة متعدلة، شكلها حلو، تمام، مزادها حلوة، حلوة في الحاجات دي كلها، تمام. زي انت مشايف اهو مفيش اي تهنيج، تمام، اهو، تمام، اهو، اهو، تمام، مفيش. ريبلي على الصورة اهو عشان الناس كانت بتتكلم، اهو، تمام، مفيش. طبعا النسخة دي احسن نسخة، ترمي منها الفيروسات الجاية دي، مبتهنكش حرف، وترمي منها الفيروسات الجديدة زي انت ما شايف، مفيش اي تهنيج طبعا. بس يا برودة كان فيديو النهاردة، متنساش بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس، ودوس لي كومنت عجبك الفيديو. يلا اشوفكوا في فيديو جديد، يلا سلام.